السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو كيمياء ثالث متوسط سويت لك كل الفصول، يعني سؤال هيجي سؤال واحد بكل الفصول، أريدك تختبر نفسك تحلوها أو وتشوفون نفسكم بيها لين تجي 100%. الفصل الأول راح أقرأ لك إياه. الفصل الأول سؤال مهم: عنصران الصوديوم Na11 والكلور Cl17، جد ماي للترتيب الإلكتروني لهما ورمز لويس والدورة والزمرة لكل منهما، طاقة التأين مع ذكر المعادلة، لا يتنافر تعليل لا يتنافر الإلكترون في الأوربيتال الواحد. هذا الفصل الأول تجاوب عليه. الفصل الثاني: قارن بين جبس باريس والجبس الاعتيادي، قارن بين الملح العادي والملح النقي لمركب NaCl. كم من المعادلة صوديوم زائد ماء ايش ينتج لنا؟ صوديوم زائد حامض الهيدروكلوريك ايش ينتج لنا؟ هيدروكسيد الكالسيوم زائد ثاني اكسيد الكربون. هذا الفصل الثاني. نجي على الفصل الثالث، يقول لك عرف السلوك الامفوتيري وكيف يتم تحضير اكسيد الالمنيوم مع المعادلة وكيف يتم الكشف عن ايون الالمنيوم. هذا السؤال الأول، السؤال الثاني والسؤال الثالث. انتقل إلى سؤال الرابع، أكو مسألة رياضية يقول لك احسب النسبة المئوية بالمية والحجمية للمذاب والمذيب إذا علمت أن حامض الكبريتيك 20 مللتر وكتلة الماء 80 مللتر. مسألة أخرى مرشحة مهمة، احسب النسبة الكتلية لكحول المثيل لمحلول يحتوي على 27.5 غرام من كحول المثيل و 175 غرام مللتر من الماء. إذا علمت أن كثافة الماء واحد، عرف قابلية الذوبان مع ذكر العوامل المؤثرة عليها وقارن بين المحلول المخفف والمحلول المركز. الفصل الخامس، حضر بمعادلة موزونة سيليكون مختبريا وصناعيا، اكمن المعادلة ثم أوزنها، Si زائد Cl2 ماذا ينتج؟ عدد الخواص الفيزيائية للسيليكون، عدد استعمالات ماء الزجاج. الفصل السادس، ما هي أهمية المركبات العضوية؟ عدد خواص المركبات العضوية، واحد منهن يجي، يعني يا أما أهمية المركبات أو خواص. شنو بعد ايش عندنا؟ خلاص بعد ذني. برهن تجربة على تدل على وجود الكربون في المركبات العضوية، عندكم تجربتين تختارون وحده مالت الاحتراق الكربون بالمركبات العضويه، وضح بالرسم مركب عضوي باصره تساهميه مفرده الميثان، هاي البارحه قلت لكم الرسومات المهمه، وضح برسم مركب البروبون الحلقي. مختبريا حضر اسم الجهاز والمعادله وغاز الميثان والاثيلين، واحد منهم احتمال يجي. كيف يمكنك التمييز بين غازي الميثان والاستيلين؟ شنو الفروقات بيناتهم؟ حضر مختبرياً غاز النيتروجين مع رسم الجهاز وكتابته، تحضير الأمونيا صناعياً مع المعادلة. هاي الأمونيا صناعياً كلش مهم، يكون لون حامض النتريك الغير النقي أصفر بعد تركه فترة من الزمن، ليش السبب؟ خلصنا الفصل السابع، نجي على الفصل الثامن، وضح بالشرح ورسم الجهاز عملية استخراج الكبريت، كيف يتم تحضير الأمونيا صناعياً مع المعادلة؟ وقلناها هاي؟ أي هاي مرتين عدتها؟ يلا مشكال. شنو بعد؟ يمكن علل، يكون لون حامض النتريك الغير النقي أصفر بعد تركه فترة من الزمن. الفصل الثامن، وضح بالشرح رسم الجهاز عملية استخراج الكبريت، وعدد الخواص الفيزيائية للكبريت، وحضر غاز ثنائي أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون مختبريا مع ذكر المعادلة ورسم الجهاز. أكمل الفراغ التالي، من هو الغاز ذو رائحة نفاذة تشبه رائحة البيض الفاسد؟ هو يا غاز، وكيف يتم الكشف عن أيون الكبريتات؟ 8 فصول، كل سؤال أو كل فصل جبت لك سؤال سؤالين، اختبر نفسك، وحتى لو تريدون هذا تحل بالتعليقات عادي.